يقول والدتي تضع الحناء على رأسها وتربطه بخرقة، ولكن عند الصلاة تجمع بين الظهر والعصر لأنها لا تستطيع عند الوضوء المسح على رأسها، فهل فعلها صحيح وهل تمسح على الخرقة؟ فعلها باطل هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الخرقة والخرقة تشيلها عند الوضوء، تشيل الخرقة تمسح على رأسها ولو عليه الحنة ما يخالف، تمسح على رأسها ولا تجمع، ما يجوز لها الجمع، صلي كل صلاة في وقتها، تنزع الخرقة وتمسح على رأسها ولو عليه حنة، وإن بغت تعيد الخرقة بعد المسح لا بأس. نعم.